تعتز الشعوب بقادتها ونحن المغاربة نعتز بالمرأة المغربية في جميع المجالات، في التعليم، في الصحة، في جميع المجالات. لهذا نطلب من المجتمع أن يعطيها ما تستحق مكانتها المرموقة. المرأة المغربية هي كل شيء، كنعتنيو بها، وحنا ولدتنا المرأة، والمرأة واخا عندها الحقوق وكل شيء، المرأة هي كل شيء. المرأة يعني مناضلة وعاملة يعني في جميع المجالات ديالها. المرأة المغربية يعني مرأة رائدة. بهذه المناسبة أنا تنوجه يعني الشكر يعني الجزيل للنساء يعني عامة، والأمهات ديالنا، أخواتاتنا، يعني والعمات ديالنا، يعني والنساء يعني عندهم واحد الفضل كبير علينا حنا كرجال. وهذه المناسبة دي تنتمنى تدخل عليهم الصحة والعافية إن شاء الله، وديما متألقات وديما في القمة إن شاء الله. المرأة المغربية فيها أمي وفيها أختي وفيها لا تكون مراتي، ضروري خصنا نقدروا المجهودات ديالهم، حيت هما هي اللي هزاتنا 9 شهور وهي اللي جاهدات على قبلنا وقراتنا، ويا ربي يخليها علينا. المرأة في هذا الوقت ما بقاتش المرأة اللي تنعرف. كانت المرأة بكري كانت تراعي لوليداتها وتراعي لراجلها وتراعي شحال من حاجة، أما دابا بغات المرأة تراعي راسها. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وهنئ نساء العالم، وكنقول لهم راكم دي بيلي ديال المجتمعات كاملة، وانتم اللي كتربيو وانتم اللي كتسهروا وانتم اللي كتعملوا كل شيء. صراحة الله يخليكم لينا. المرأة المغربية في العالم في القديم كانوا تحتفلوا بها ونساوها هنا، ولكن هذه المرة عدوا تحيو، والمرأة ديما فوق الراس ديال الراجل، التاج ديال الراجل، فهمتي؟ بلا مرأة ما كاين حتى حاجة. وعيد مبارك للمرأة. أجمل ما يمكن أن يقول هو أن بالنسبة للنساء عار أن يكون يوم واحد للنساء، يجب أن يكون هناك 365 يوم كل يوم عالمي للنساء. لماذا؟ لأن النساء أو المرأة بصفة عامة هي أجمل وأتمن ما يمكن أن يكون أن يملكه الرجل. لماذا؟ لأنه أول شيء أم دياله، ثاني شيء الأخ دياله، الزوجة دياله، الإبنة دياله. وتحية للنساء المغربيات. كنتمناو للمرأة المغربية والمرأة عامة كل عام وهما بصحة جيدة وسنة سعيدة، ونتمناو المرأة ما تبقاش غير منحصرة في التربية ديال الأطفال، وتخرج للمجتمع وتشارك في النمو ديال البلاد، في النمو الاقتصادي والسياسي، وتشارك في جميع المجالات. راه كتشارك غير ما كيعطيوهاش الفرصة أنها تاخذ مواقع المسؤولية. الله يخليهم لينا، الله يطول لهم عمرهم. وبلا نساء ما كاين رجال، ياك؟ تطلب اليوم بهذه المناسبة تطلب لهم طول العمر والله يحفظهم، وهذه مناسبة عظيمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.